السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: بعد 18 عاما على الاحتلال، إلى أين وصل العراق؟ مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم أن تشاركوا معنا من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. قبل الدخول في التفاصيل مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود. أهلا بكم من جديد. شهد هذا الأسبوع مرور ذكرى 18 لاحتلال العراق على يد الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول كثيرة أخرى شاركت في هذا الغزو. 18 عاما مرت على العراق سار بها البلد وشعبه من سيء إلى أسوأ بسبب ما أفرزه الاحتلال من حكومات متعاقبة أفسدت في الأرض ودمرت البلد ونشرت الرعب والفوضى في عموم العراق. أرقام مخيفة عن حجم المأساة التي مر بها العراقيون ولا يزالون، أرقام إن دلت على شيء فإنما تدل على سوء إدارة وحكم من جاءوا مع الاحتلال من أحزاب وشخصيات أثبتت فشلها في حكم هذا البلد رغم كل الوعود الوهمية التي أطلقوها في سبيل الضحك على العراقيين، الذين اليوم في خروجهم بثورة تشرين أثبتوا أنهم لم يعودوا يطيقون صبرا للخلاص من هذا الحكم الفاسد وهؤلاء اللصوص كما يصفهم العراقيون. أسئلة نطرحها في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام إلى حضراتكم للإجابة عليها: إلى أين وصل العراق بعد 18 عاما من الاحتلال الأمريكي له وحكم من جاءوا مع المحتل؟ ألم تكشف هذه السنوات كذب المحتل وأعوانه في جعل العراق بلدا آمنا ومزدهرا؟ ما الذي ينتظره بعض العراقيين للخروج والانتفاضة ضد هذا النظام الحاكم الفاسد في عيون الجميع؟ لدينا اليوم مشاهدينا الكرام في حلقة هذا الأسبوع من منبر الرافدين أرقام مخيفة مرعبة، وهي جزء بسيط من حقيقة كاملة للمشهد في العراق بسبب الاحتلال الأمريكي للعراق وتدميره لهذا البلد تحت ذرائع كثيرة ووعود كاذبة، وبسبب حكومات ما بعد الاحتلال التي جاءت وأكملت ما بدأ به المحتل الأمريكي. طبعا بالحديث عن الأرقام ولغة الأرقام، أن تحدثنا بأمور بسيطة جدا عن النتائج الكارثية للاحتلال الأمريكي والفوضى التي عمت العراق نتيجة حكومات ما بعد الاحتلال، نجد أن في سجلات وزارة شؤون المرأة العراقية هناك 8 ملايين أرملة في مختلف أنحاء العراق بحسب السجلات الرسمية بنسبة 35% من عدد سكان العراق، وتشكل نسبة 65% من عدد نساء العراق، وتشكل نسبة 80% من عدد النساء المتزوجات بين سن 20 و40. وبحسب سجلات وزارة شؤون المرأة هناك أكثر من 300,000 أرملة في بغداد وحدها. هذا بالنسبة لعدد الأرامل. يرتبط بالأرامل الأيتام. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف قالت إن عدد الأطفال الأيتام في العراق يقدر ب5 ملايين طفل من مجموع نحو 140 مليون يتيم حول العالم. تخيلوا مشاهدينا الكرام هذا العدد الكبير. طبعا النتائج الترمل النساء وتيتم الأطفال بسبب الحروب والصراعات، بسبب الأمراض، بسبب الميليشيات، بسبب الفوضى والاحتلال طبعا التي عمت العراق بسبب الاحتلال الأمريكي
الذي جاء ودمر كل شيء واستهدف الإنسان قبل كل شيء. وبالتالي هذه الأرقام على مدى 18 عاما، وطبعا هذه الأرقام هي كانت قبل سنوات، هي ليست أرقام اليوم، يعني خلال الفترة التي خرج بها هذا التقرير إلى اليوم ارتفعت هذه الأعداد. طالما هناك ميليشيات وطالما هناك فوضى في العراق وسلاح منتشر، بالطبع يرتفع عدد الأرامل ويرتفع عدد الأيتام بسبب أيضا كما تلاحظون الاستهدافات للمدنيين العراقيين من تغييب في المحافظات المنكوبة واغتيالات، ونرى أيضا استهداف للنشطاء والمتظاهرين في وسط وجنوب العراق وكل من يعارض من في العملية السياسية. الآن معنا رسالة طبعا من أحد المشاركين، السيد أبو حاتم من الموصل، يقول بعد التحية والسلام: العراق مستهدف من قبل دول الغرب بقيادة الإدارة الأمريكية وإيران والصهاينة وميليشيات هادي العامري وقيس الخزعلي ومقتدى الصدر وحزب الله العراقي واللبناني وميليشيا عراقية محظورة الذكر على اللسان. نتنياهو قال: هؤلاء يقاتلون بالنيابة عنا ونحن نتفرج والواقع يقرأ هذا، والجامعة العربية مصابة بالشلل أمام القضايا العربية، ولا بد من تحريك الشعوب العربية إزاء الوضع بالمنطقة العربية والسلام. إذن مشاهدينا الكرام، نبقى في أسئلتنا: إلى أين وصل العراق بعد 18 عاما من حكم حكومات ما بعد الاحتلال وهذه الأحزاب التي جاءت مع المحتل الأمريكي وأيضا الاحتلال الأمريكي ونتائجه على العراق؟ 18 عاما كيف تقيمونها كعراقيين اليوم في هذا البلد؟ اليوم كيف تقيمون الوضع في العراق بعد 18 عاما من حكومات وعدت العراقيين بحياة مزدهرة، بحياة أفضل، برخاء اقتصادي، بنظام أمني مستتب، بقانون يحكم ويسيطر على الوضع في العراق؟ كيف تقيمون اليوم وضع العراق كدولة، وضع حكومات التي جاءت مع المحتل وبعد الاحتلال اليوم التي تحكم العراق؟ كيف تقيمون الوضع الأمني؟ كيف تقيمون الوضع الاقتصادي السياسي، موضوع المعتقلين والمغيبين، موضوع الناس المتضررة من الفقر وكذلك الذين يستهدفون كل يوم في العراق؟ كيف ترون هذا الوضع؟ هل العراق بلد صالح لأن يعيش فيه الإنسان؟ هل العراق فيه مقومات الدولة من ناحية النظام ومن ناحية الاقتصاد ومن ناحية الأمن؟ طبعا بالحديث عن الأمن والاقتصاد، وهي إفرازات الاحتلال الأمريكي حقيقة، الميليشيات طبعا الجميع يعلم اليوم ولا يحتاج الموضوع إلى إعادة الذكر، العراق مليء بالميليشيات. ويكفي أن حيدر العبادي رئيس الوزراء الأسبق في عام 2016 أو 2017 صرح لوسائل الإعلام وقال: هناك أكثر من 100 ميليشيا تحمل السلاح خارج إطار القانون، تعمل خارج إطار الدولة. فكم هو العدد الحقيقي منذ ذلك اليوم إلى اليوم وهناك أعداد من الميليشيات تظهر كل يوم؟ وأيضا موضوع الاستعراضات، طبعا حدث استعراض في عدة طرق في العاصمة بغداد، وحاصرت هذه الميليشيات مقر الاستخبارات وانتشرت بشكل كثيف في شارع فلسطين في العاصمة. هناك صور لانتشار عناصر من الميليشيات في شوارع العاصمة بغداد واستعراض عسكري من جماعة ربع الله، ميليشيا جديدة في العراق. خلينا نشوف هاي الصور. طبعا احنا عرضنا هذه الصور مشاهدينا الكرام وحنعلق على الموضوع بعد قليل وبتفاصيل كثيرة حقيقة، وحنسأل به حضراتكم أسئلة، لكن بس أريد نشوف المشهد وهو جزء بسيط من مشهد كامل لفوضى الميليشيات وفوضى السلاح الموجود في العراق.
اللي جاءت هذه الأشكال وهذه الأمور بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، وأصبح المواطن العراقي يعيش في وسط هذا الرعب كل يوم، أنه تستعرض الميليشيات، أنه تغتال الميليشيات، تخطف هذه الميليشيات. الميليشيات لديها سلطة أعلى من الدولة والقانون، وطبعا دائما نشوف بعد استعراض الميليشيات وانسحابها وخلو الشوارع تنزل قيادات العمليات العسكرية وتبدأ بالتصريح، حنشوف ونسأل ونفهم ليش نزله وحنحاسب ونسوي. لكن هل شفتوا بيوم حاسبة وميليشيا موجودة في العراق؟ طيب نرجع للغة الأرقام. الميليشيات والقوات الحكومية والفوضى اللي عمت العراق منذ الاحتلال ولغاية اليوم سببت طبعا ملف مهم للغاية وشائك وكبير، هو ملف المغيبين والمعتقلين. هذا الملف لا يزال لغاية اللحظة ملف يصعب حله من قبل السلطة، ملف تسيطر عليه الأحزاب وتتحكم به الميليشيات، ولا تستطيع أي جهة حكومية أن تدخل أو تتدخل لفض هذا الموضوع وإنهاء معاناة المغيبين والمعتقلين في العراق. بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر هناك أكثر من ربع مليون إلى مليون شخص مفقود في العراق، وبحسب اللجنة الدولية للمفقودين هذه الأرقام اللي هي 250 ألف مفقود إلى مليون شخص هي محصورة فقط من عام 2016 إلى 2020. تخيلوا مشاهدينا الكرام، 4 سنوات فقط يغيب فيها من 250 ألف شخص إلى مليون شخص في العراق، أمام أنظار القوات الحكومية، أمام أنظار الدولة، أمام أنظار الجميع أنه في العراق خلال 4 سنوات. تخيلوا إذن حجم المفقودين والمعتقلين والمغيبين في العراق منذ 2003 ولغاية 2021 اليوم. نستقبل الاتصالات. من معنا؟ السيد أبو ياسين من ديالة، تفضل. حياك الله محمد، حياك الله محترمين. الله يسلمك، حياك. أخ محمد، 18 سنة من سيء إلى أسوأ. نعم. اليوم هذا الموضوع، اليوم أنا من حقي أقارن بين النظام الوطني السابق ونظام هاي الميليشيات القذرة حتى تسمى لجبل قوات الاحتلال. يعني اليوم كل الشعب العراقي شاهد هذا الاستعراض، هو باية الحج الشعبي. ما كان ناشين هاي الميليشيات اللي تحكم الحكومة. وين دور الحكومة؟ وين الجزء الأمنية؟ وين الجيش؟ وين الدفاع؟ يعني هذا الوضع اللي وصلنا إليه اليوم، هذا اللي يستعرضون بغداد يهزون من الشعب. أنا عندهم ذيك عضلات ملعون، ذيك يعني الأسد، ذيك كيوان، ذيك قاعدة البكر الأمريكان. وهذه الأمريكان هاي ميليشيات قذرة حق السامح. لهذا وين دور رئيس الوزراء؟ يعني ما يقدر يجيب قوة قدام دول يحتقرونهم؟ هاي اللي جاي يطلعون بالشارع. وهذا مو اول ولا اخر استعراض. بس انا اذب اليوم، اذب اليوم من حقي من اتحدث بقسوه، اذب اليوم على الدول الخليج العربي اللي هي خلتنا سبب تصير بيد ايران بيد امريكا. سيد ابو ياسين، اليوم شلون تشوف العراق؟ سيد ابو ياسين، اليوم شلون تشوف العراق بعد 18 سنه من وعود جاء بها المحتل الامريكي انه احنا راح نستهدف النظام، ما راح نستهدف الشعب، احنا نريد امنكم، نريدكم تعيشون حياه مستقره، حياه مزدهره، ونفس الكلام والوعود اللي اطلقتها حكومات ما بعد الاحتلال، ايش حققوا منها للمواطن العراقي؟ اخ محمد، هم طلعوا من ضمن الحكومه، من ضمنها اياد علاوي قال شكرا لامريكا، وكنا شفنا عزيز الحكيم شلون قبلهم، وشلون هذا ابراهيم الجعفري قدم سيف الامام عليه السلام. شوف هذا حالهم، الادعاءات الكاذبه الامريكان، هم دمت الشعوب، دمت الشعب العراقي بحجه الديمقراطيه. هاي الديمقراطيه؟ لما 18 سنه جاي تشوفون هاي الناس جبتوها، لما تشوفون الشوارع وجبتوها تحكم هذا العراق العظيم، جاي تذبح بالشعب عينك وانت شاهدون بس ما نفهم تقرير كذا تقرير كذا من الامم المتحده وكذا، والشعب العراقي يقتل، الشعب العراقي يجوع. هم ذول يردون امريكا، ترى كل عراقي هو يقول امريكا تنقذ، فهو واهم، هو سبب دمارنا هو الامريكان، وامريكان هي اللي سلمت الايرانيين. اليوم يا ابو ياسين، سيد ابو ياسين، اليوم نعم. اللي موجودين بالعراق من احزاب وميليشيات صاروا رافعين شعار المقاومه، وكل من يقول احنا نقاوم المحتل واحنا قاومنا الامريكان واحنا نقاوم الامريكان، هم منو اللي جابهم؟ هم منو اللي وصلهم للحكم؟ محمد، هم ذولا يدعون نفسهم رب الله، بس هم ذولا بالشيطان. هو لولا امريكا ما جودوا الحكمه، ولو ما ذول ماتت امريكا، هذا الدعاء كاذب. اي مقاومه عندهم؟ هذول مقاومتهم مقاومه الشعب، قتل الشعب،
شوف نعم. يقتلوا المناطق الغربيه واليوم تجاوا للجنوب يقتلون بالجنوب بذريعه مقاومه، اي مقاومه هذول مو مقاومين. لكن اليوم هذا العاملي يخلي السلاح بالصدر العراقي مع ايران يسمينا بالعدو الغاشم، هذول كلهم كانوا يشتغلون ضد الشعب العراقي، من البيت الحكيم اللي كانوا يقتلون بالاسرى العراقيين بالاقباط الايرانيه، هذول كلهم كذابين مو مقاومين، هذول ذيوله، هذول قوله وعملاء، هو اللي يقول شعبه ما عنده شرف ولا عنده غيره ولا عنده مبدا ولا عنده وطنيه، فلهذا السبب جوعوا الشعب وقتلوا الشعب، لانه كان شعب حر الابي، كان شعب وطني. شوف لما نتحدث بقسوه على هذول المرتزقه، احنا ما كان عندنا نظام وطني سابق اللي كان حماه البوابه الشرقيه. سيد ابو ياسين، سيد ابو ياسين انا اشكرك. نعم. اشكرك شكرا جزيلا للمشاركه. دائما نقول النظام السابق ذهب بما له وما عليه، اليوم احنا نتكلم دائما عن 2003 واللي صار بعدها على العراقيين. قد يختلف وقد يتفق البعض حول ما تتفضل به حول النظام السابق وكل من الى رايه وحريته. لكن احنا اليوم ولد اليوم، من 2003 لغايه اليوم اكو نظام جديد دا يحكم. اكو نظام وعد العراقيين، اكو نظام قال بأن العراق سيصبح بلد متطور، بلد ناهض، منهم اللي وعد الكهرباء انه هي حيقوم العراق يصدرها من 2014، ومنهم اللي وعد بالخدمات، ومنهم اللي وعد بالنظام الامن، لكن ما حد منهم نفذ هذه الوعود. نسمع حديث السيده ام علي، تفضل يا ام علي. مرحبا. اهلا وسهلا. شلونك اخوي محمد؟ الله يسلمك، تفضل يا ام علي. أنا كل ورحة أعطيك العافية. إحنا شفنا هاي يوم 18 سنة شفنا من الاحتلال. نعم. شفنا الورود، شفنا المزهريات، ما شفنا غير القتل والظلم والقهر والتهجير. نعم. والسجون، ولدنا اللي قصوهم وقتلوهم شفنا نعلم. بيوتنا تهجمت على روسنا، جابوا لنا اذا قبل كنا زمن النظام السابق اللي يجيبون جت موبي كنا حزب واحد، حتى كم حزب اليوم كم حزب؟ وانا اسالك على خيط العفو خيط الخزعلي لما كان بايران اي ويضرب القوات العراقيه بينه هسه هذا العامري نعم العراق شنو جاي يحمي العراق من جاي؟ وهذا جاي نقصها للعراق ومش كان ضد العراق. نعم. زين عندك الكاظمي يوم انا من يشاهد يقول له شوف حقه وشو فتح اذانه. زين رد عليه لما هو قيادي ولما هو على اساس يحكم البلد ولما هو يعرف هذا منو هذا منو لانه عنده قيصره. قيصر لعب عليهم لما يوقفهم عند حدهم قادر علي وعليك على الفقراء يا ظلام النفس. طيب. يا ما عندهم احتياج، يا ما عندهم شرف، يا الدمره والعراق كل من راس الاساس جابوا لنا المحتل الايراني. نعم. جاب لنا المحتل الايراني المجوسي. ليش مو كلهم يدرون ما يعرفون الطرف الثاني والطرف الثالث وهذا مو احنا يعني شنو ان شاء الله قاعدين على الكراسي بس يكفون فلوس. نعم. بس يكفون فلوس ويدزون للدول الاجنبيه يعيشون ايران. ليش ما يسمحون هذول العراقيين المو شريف المو شريف المو شريف حساب انت وعيب علي انطق هذا الكلام اللي الديل صاير الهم الديل صاير الهم ويدافع على ايران وربع ايران، خل يقولون هذا العراق عراقنا، خل يقولون هذا الشباب الحلوه بدها تروح، خل يقولون الجوع حارمينا من البطاقه التموينيه، ولدنا اطفال ورا الاحتلال جوي عمره 10 سنين يخطفوه ويقتلوه. نعم. ايش وقت هذا صار صدقني؟ ايش وقت؟ ايش وقت؟ والله العظيم والله العظيم عندي ثلاث ولد، عندي ثلاث ولد الله شاهد علي، واحد من عندهم عمر اخاف انا اقول انا عمر لان طلعته من جوا 3 سنين مال الجيش المهدي
زين الله الله باوع على حاله وعلى حالي وانهزمت بيه هزيمه سوريا انهزمت بيه وانا ما خلصت يعني كم حزب عندهم جيش الوردي. ام علي ام علي انا اشكرك سيد ام علي شكرا جزيلا وصلت فكرتك. ايضا مشاهدينا الكرام نستمر بالحديث بلغة الأرقام عن نتاج وإفرازات الاحتلال الأمريكي وكل من جاءوا مع الاحتلال أين أوصلوا العراق إلى أي مستوى اليوم العراق وصل. طبعا موضوع الميليشيات مثل ما قلنا أنه حيدر العبادي يتحدث بتصريح إعلامي قبل سنوات بأنه هناك أكثر من 100 ميليشيا، طبعا قال بأنه لديه الأسماء ولديه سجلات بأسماء هذه الميليشيات وأسماء الأفراد، ومنذ ذلك اليوم إلى اليوم لم يقدم العبادي على كشف هذا الملف أو فضح هذه الأسماء أو حتى أثناء فترة حكمه حاسب هذه الميليشيات بأنها تعمل خارج إطار القانون. كل ميليشيا موجودة في العراق وفق الدستور الموجود اليوم اللي وضع الاحتلال اللي وافقت عليه حكومات ما بعد الاحتلال وصادقت عليه وكتبتها هي ميليشيا غير قانونية. يعني الفقرة المادة التاسعة الفقرة باء في الدستور تحظر تشكيل أي فصيل مسلح يحمل السلاح خارج إطار القانون، بما معنى أنه كل الميليشيات الموجودة اليوم في العراق هي غير قانونية إن كانت اسمها حشد أو غير حشد، لأنه باللحظة اللي تشكلت بها تشكلت على أساس غير قانوني وغير دستوري وبالتالي هي باطلة. فموضوع إدراجها ضمن القوات المسلحة أو التابعة للقائد العام كلها تأتي في إطار غير قانوني. فموضوع اليوم اللي شفناه من استعراض للميليشيات ويبرر البعض لجيش المهدي أو سرايا السلام استعراضهم قبل فترة بأنهم كانوا بالتنسيق مع القوات الأمنية وأن هذه الميليشيات مثل ما الحشد رد على موضوع الاستعراض بأنه هذه غير تابعة للحشد، هي كلها ميليشيات وكلها خارج إطار القانون. سنتطرق إلى هذا الموضوع بعد قليل. معنا اتصال السيدة أم سجى من بغداد، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نحن نشكركم على هذا البرنامج، الله يخليكم إن شاء الله. الله يسلمك. يتوصل صوت المظلومين. تفضلي. الله يرضى عنك. الله يسلمك. احنا كل شيء غدا النبي، كل شيء غدا النبي. التمنير ماكو غدا النبي، الظلم والهضم غدا النبي، هسه بطلنا نريد اولادنا. نعم. نريد اولادنا، اولادنا محتقلين ادرياء، نريد اولادنا. نعم. انا عندي واحد مغيب مخطوف من عام 2014. واحد عام 2004، واحد عام 2000، يعني عندي اربعه. واني مره مريضه صدق وعندي كومه ايتام معوقه. نعم. نريد اولادنا. لحد هسه هم مسجونين بسجن المطار. نعم. صفر ما اعرف شو اسمه. ينقلهم بطل مي. وين حقوق الانسان؟ وين الرحمه؟ وين المسلمين؟ وين مصطفى الكاظمي؟ ما يشوفنا؟ لا يفرحنا لا بعيد لا مناسبه، يفرحنا باولادنا الايتام، الايتام سايعه. نعم. ما نريد كتله، ناكل خبز ما يريد اولادنا. نريد اولادنا، الله اكبر، مظلومين، والله مظلومين. نعم. ما يصير. هاي صار اللي صار لهسه هاي السنه الرابعه، لا ماكل لا شارب، تهمه باطله، مره ما تخاف الله. حلفت علي وانتم ما تبذلها مقتول وحلفت علي تدور فلوس. الله اكبر، حاطين المحتقلين واولادنا ويقتلون بيهم ويعذبون بيهم ليش؟ ليش؟ كل شيء ما نريد، نريد اولادنا، ما نريد كل شيء. واطلب من حقوق الانسان بان تروح للسجون تشوف اولادنا. يطوش محتقل بطن ماي، الله اكبر، الله اكبر، ابن الانفاس ما يكفي بطن الماي. ليش؟ سوينا شو تسوين؟ شو هالظلم؟ وين الاسلام؟ وين وجوه العشائر؟ وين مصطفى الكاظمي؟ وينهم؟ خلي يصفون بحالنا واولادنا، والله ما عندنا احد. نعم. بس رحمه الله. ليش تمشي؟ خيفة الله ماكو. الله اكبر، كل شيء قبل النبي، ما نريد ناكل خبز ومي وتراب. بس نريد دوله. وينهم حايرين بالموازنه وحايرين بالنهب بالسلك؟ نعم. نعم. الله اكبر. وصلت الله اكبر رسالتك يا ام والله اربعه سجل. عندي والله اربعه. نعم. سيده ام سجى انا اشكرك للمشاركه، وصلت رسالتك. وعندنا ابو فاطمه من النجف، تفضل يا ابو فاطمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله. اخي
ذكرى الاحتلال والغزو الغاشم من قبل أمريكا والحلفاء، وهذه المرأة اللي قبل قليل المسكينة اللي تتكلم عن أبنائها الأربعة اللي مسجونين ومخطوفين وكذا، هذه أخي من تبعات الأمريكان. وإحنا نريد أن نسلط الضوء كذلك على الجريمة الثانية الكبرى التي حدثت بعد الاحتلال، وهي جريمة سجن أبو غريب. وكيف كان يعتدون على 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 كرامة الإنسان، وكيف كان يعني كان ذلك الحدث المخزي في 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 جبهة الولايات المتحدة التي تدعي الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. نحن نريد أن نذكر بهذه الجريمة. وكيف يعني بالمناسبة أخي محمد، الصور التي بثت في 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 زمن المجرم رازمسفيلد كانت يعني متقصدة في 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 نشرها حتى ترسل رسالة للعراقيين وغير العراقيين، ترى احنا راح نسوي بكم هكذا. وهنالك أفلام طبعا لم يتم نشرها لحد الآن، في فيديوهات موجودة عندهم. فالذي تعلم من الذي دخلوا على الدبابة الأمريكية الآن هم تلاميذ للأمريكان. يعني هذه الجرائم سوف لا تمحى في بالتقادم أبدا. خل تسمع الولايات المتحدة ويسمع العالم، لابد من تعويض كل سجين اعتقل ظلما وعدوانا، أن يعوض كما عوض بطائرة لوكر بيعوضوهم كل واحد 10 مليون. ذول لابد أن يعوضوا 10 مليون وأكثر، لأن ذول أبرياء. تكفي الفلوس تعويض عن اللي خسر العراق من 2003 لغاية اليوم على نواحي كثيرة؟ لا أبدا أخي، أبدا أبدا. لكن نحن نطالب التعويض المادي طبعا والنفسي على 3.5 تريليون تعويض. يعني حسبوها بعض الخبراء 3.5 تريليون لابد أن يعوضوا العراقيين الذي تم إهانتهم وإذلالهم. طبعا إحنا العراق أغلى، وكذلك الإنسان العراقي أغلى بصراحة، أغلى من الوطن. ولكن الوطن كذلك غالي. فنحن لن ننسى ولن ننسى الإدارة الأمريكية، هذه الإدارة المجرمة التي أتت بذرائع الأسلحة دمار الشاغب من طلع كذب، وأنه الصدام أو الحزب البعث كان مع القاعدة وطلع كذب. طيب شنو احنا مصيرنا؟ احسن احنا الان ما مصير العراقيين؟ اين حقوق العراقيين؟ يعني يعني الامريكان معناها انه تبدلت حكومات وتبدلت ادارات وبقى العراق هكذا. هذه اخي العداوة بين امريكا وايران كذلك لا صح، لا وجود لها. الان اللي بايدن يتعامل مع ايران على حساب العراق، سيكون اجتماع بعد شنو؟ يعني على اي اساس؟ شلون شفت اللي اجوا بعد الاحتلال والوعود اللي يطوها للعراقيين، انه احنا اول شيء قبل كل شيء احنا احزاب اسلاميه جايكم بالقران والدين، ونريد نطبق النظام العادل في حكم العراق، وكل من الورع والتقوى يشر من عنده. ايش قدموا للعراق بعد هذه السنوات؟ اخي ما قدموا اي شيء للعراق. وانا اقول كلمه يعني دائما اعتقدها، رب ضارة نافعة. هذه الأحزاب ومراجعها وما أتت به من ثقافات وأيديولوجيات أصبحت الآن تحت حشاك، تحت قندرة المواطن العراقي. رغم هذه المصائب وهذا، هؤلاء انتهوا أخي محمد. يعني ما الآن هي مجرد وقت. يعني الآن نشوف كيف يتعاملون فيما بينهم، مرة سرايا السلام واليوم ربع الله وكذا وكذا. لا وجود لدولة، لا وجود لأي شيء، كل واحد يشتغل لمصلحته وأولادهم خارج العراق. كل هذا الشيء عرف الشعب العراقي وما راح يستطيعون. تاريخ العراق تاريخ عظيم. نحن نريد من المواطن العراقي أن يوعى، لابد أن نقوم بالعصيان المدني. لابد للمساكين الذين انتموا إلى هذه الحشد، حشد المجرم فالح الفياض الذي كان يقصف الأبرياء في لوك في 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 ليبرتي. هؤلاء
نحن نريدهم ان ينسحبوا من هذه من هذه طيب. من هذا الحشد، ينسحبوا من القوات الامنيه لانها عباره عن ميليشيا ممرتزقه لا تعمل لصالح العراقيين بل تعمل لمصلحه جيبها واوامر تتيها من ايران. المخابرات يتم قتلهم في الدوائر الجنسيه الذين يعرفون المصائب على الذين دخلوا يعني بالدمج يتم قتلهم. فنحن سنستمر بهذه المقاومه وفضح هؤلاء والعراق لا يستطيعون ان يلووا ذراعه. انا اشكرك يا سيد ابو فاطمه من النجف. عندنا السيد ابو ياسين من بغداد، تفضل حياك الله. تحياتي لك اخوي على قناه الرافدين. اهلا وسهلا اخي. هاي وعودهم هي اللي كشفت وعودهم كاذبه. اولا هي افعال هاي الوعود مالتهم او المطار الاحتلال انه هم راح نسوي هيك العراق وراح نخلي كل مواطن عراقي خدم وبيت. اللي كشفتهم افعالهم مرتين. هاي الوعود اللي كي يتمركزون يقنعون بها الناس اللي ضعيفين بالروح الوطنيه مو الناس الوطنيين. هاي هم شوف هاي افعالهم هاي وحده. اثنين اللي يتحدثون عن المقاومه، اين المقاومه؟ نعم في المقاومه مالتهم موجوده ضد الناس الوطنيين وضد العراق اللي هو البوابه الشرقيه وضد الزراعه وضد الصناعه. خلي اقول لك شغله معلومه يا سيد ابو ياسين حتى تتفضل تكمل كلامك. الكونغرس الامريكي في السنه الفاتت شهر 8 وافق على تعديل قانون يقضي بوقف الدعم المالي المقدم للحشد الشعبي. 700 مليون دولار تدزها امريكا لوزاره الدفاع في العراق، 200 مليون دولار منها تروح الى الحشد الشعبي ومنظمه بدر. يعني هاي الميليشيا اليوم دول اللي هم فصائل المقاومه اللي طالعين يتكلمون بالمقاومه ياخذون دعم امريكي لغايه السنه اللي فاتت، ياخذون دعم امريكي وربما لا يزالون ياخذون. نعم اخي، هاي الحشد الشعبي هي هاي الاله الاولى اللي بيد امريكا وبيد ايران لتفليش العرب. هاي استخدموها هاي اله تفليش. طبعا امريكا تدعمهم وايران لان هاي هي الاله اللي تفلش العرب. في نظر الناس الضعاء انه الحشد هم حشد مقدس ومن اتباع ال البيت واهل هم اللي يعمرون فهم اهل التقسيم. هذا الحشد اللي راح يقسم العفو امريكا وايران راح بالكد تقسم البلد وان شاء الله البلد ما يهدم. هاي الاحداث راح يتقسم العراق. احنا نقول ان شاء الله ما يتقسم بس هم افعالهم شيطانيه. نعم. طيب شلون تقيم دور حكومات او اداء حكومات ما بعد الاحتلال من 2003 لغايه اليوم؟ اخي هو هذا واضح امامنا. ما شفته بالعراق ما خلت المواطن يمشي اذا وين رايح وين جاي. هي هاي افعالهم يعني. طيب يعني اريد اسالك على المستوى على المستوى الشخصي على المستوى يعني خلينا نقول مثلا منطقتك او بيئتك او كذا، الكهرباء والحصه التموينيه والمي شنو وضعها يمك؟ اخي احنا طبعا حصه هاي اصلا نسيناها. الكهرباء كلها ايجار، انت لو تحسب ابو المول نهر تنطي ايجار، مينا ايضا قبل كنا نشرب نبرم من الساديه هسه نشتري مي، كهرباء شرايه، الحصه ما تحصه يعني هو لو يعطيك طحين كل ثلاث اشهر الباقي كله شرايه. هاي اللي جونا بها الديمقراطيه الامريكيه. هاي سوت بالبلد، هجرت الناس. هاي الحياه المزدهره. نعم، قضوا على الزراعه، وقفوا الصناعه، قتلوا البشر، ضربوا اهل البيت اللي بتامره، يعني ماكو فشي، ما شبخه وشبخه الا المهم اذا ما بيها اذيه للعراق والشك هو انسان وطني. كله يعني كله عكس. وهاي افعالهم. واني اهني الجيش اللي يقولون احنا جيش عراقي، ترى انتم مو جيش عراقي، انتم جيش ايراني ترى امام الناس الوطنيين، فامام الناس اللي نايمه انتم جيش عراقي. فاني اهنيكم وهني اولادكم واولاد اولادكم انه عندهم اجداد كانوا يخدمون مع الاحتلال ضد هذا البلاد. طيب وانا اشكرك. شكرا يا سيد ابو ياسين من بغداد. طبعا مشاهدينا الكرام، بالحديث عن الاموال التي نهبت من العراق منذ الاحتلال ولغايه اليوم أرقام فوق التريليون دولار أمريكي. محافظ البنك المركزي الأسبق سنان الشبيبي اللي صار بينه وبين نور المالكي خلاف على متعين فاسدين مثل ما هو صرح واللي رفعوا عليه قضايا وكذا،
قال بأنه خلال 8 سنوات حكم بها نور المالكي العراق دخلت إلى خزينة العراق أو تم تهريب أموال من العراق وسرقتها كانت تكفي لبناء بلد وطن جديد يتسع ل30 مليون نسمة بحديث محافظ البنك المركزي الأسبق سنان الشبيبي. تخيلوا حجم الأموال اللي تم سرقتها من العراق. طبعا مشاهدينا الكرام بالنسبة للأموال أيضا نتكلم عن الكهرباء واللي هسه تطرقنا للموضوع ويا سيد أبو ياسين. بحسب لجنة تحقيقية برلمانية أكدت أنه تم إنفاق 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ 2005. يعني هذه الأرقام حقيقة بالنهاية نشوف أو نسأل المواطن العراقي إيش حصلت من هذه الوعود، إيش حصلت من هذه المليارات. اليوم أكو بعض الجهات ومنها جهات دينية تدفع باتجاه إجراء انتخابات في العراق. طيب أنتخب منه؟ يعني من هذه الأشخاص من هذه الأحزاب اللي موجودة اليوم في العراق أنتخب من؟ خلونا بس هسه سريعا نفتح موضوع الاستعراض اللي صار من قبل ميليشيا ربع الله. قيادة العمليات المشتركة أعلنت عن بدء قيادة العمليات في بغداد بإجراءاتها لمعرفة أسباب انتشار ميليشيا ربع الله الموالية لإيران في بغداد. المتحدث باسم العمليات المشتركة تحسين الخفاجي قال إن انتشار مسلحي الميليشيات في بغداد انتهى، لكنه أشار إلى أن الجهات الأمنية تفاجأت بظهور الاستعراض. يعني مثلا إذا طلع داعش فجأة بالمحافظات أو جو إرهابيين حيكون رد العمليات العسكرية أنه إحنا تفاجأنا. فيعني هذا أيضا من حديث مصطفى الكاظمي اطمئنوا. وتحدثت مصادر أمنية عن تعزيز القوات الحكومية المكلفة بحماية المنطقة الخضراء وسط بغداد من تواجدها عند مداخل المنطقة لتحسبا لوقوع طارئ. وخلية الخبراء التكتيكية الحكومية أكدت أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أعلن حالة الطوارئ بعد انسحاب ميليشيا ربع الله من شوارع بغداد. طبعا ايش قال مصطفى الكاظمي؟ قال الاستعراض قصده إرباك الوضع في العراق، وأضاف أن هناك من يعتقد أنه بالسلاح يمكن أن يهدد الدولة. هو بنفس الوقت اللي يصرح به هو قبل فترة وصف مقتدى الصدر بأنه زعيم المقاومة أو سيد المقاومة مثل ما قال. واللقطة ما اللبسة لزي الحشد الشعبي هذه الميليشيات الولائية يعني ولا كأنه ربع الله شيء. يعني ربع الله شنو؟ جزء من كل. عموما عندنا اتصال السيد أبو ذياب من الأنبار، تفضل. السلام عليكم. أنا محمد عزيز. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. ذكرى 18 لاحتلال العراق. نعم. عندما مزقت القوات الأمريكية بلدي. نعم. أستاذ يسمون نفسهم مقاومين. أي. راح أقول لك شنو هم. هم نفسهم رقصوا ويا الأمكان من سقطة بغداد. نعم. هم نفسهم كانوا يجيبون مي وأكل للأمريكان. ويسمون نفسهم مقاومين. نعم. ويسبون بأهل الفلوجة وبأهل الأنبار. أنا الأمريكان كتلوا عمي بال2003. نعم. شهر 12. اترملت عمتي ربت ايتام، قتلوا خاله بال2006 برباط طياره. نعم. وجيش المالكي قتلوا خالي بال2014. نعم. ضربوا مستشفى الفلوجه. نعم. الامريكان ماكو انزلهم. وعلى دول الخليج الخونه من احتلال العراق كاتبين مقاله للشعب العراقي لا يجب مقاومه الامريكان. لا بل نقاومهم ولقد عسنا على رؤوسهم. أبو ذياب دعسنا على رؤوسهم. طيب يعني لا. اليوم أريدك بس تقول لي هسه اللي تشوفه اليوم شوارع العراق الميليشيات استعرض. نعم أستاذ العزيز. الميليشيات استعرض، الحكومة ورا ما تروح الميليشيات تنزل الشارع، شلون تشوف الوضع الأمني اليوم بالعراق بشكل العزيز. عام؟ نعم أستاذ. والله أستاذ العزيز أنا شفت الطار من الاستعراض وهاي والله قلت أبكي أضحك. يعني بس اريد اعرف وين اكو هيك رئيس قرا، بس اريد اعرف بيا دوله يا اخي. كرامه ما ظلت عند هذا مصطفى الكاظم ومسحه وكرامته بالارض. عمي خليه يستقيل من منصبه، والله المره الجايه يصير اخوك اللي بيشر في الشوارع. عمي والله عيب علي، كرامه ما عنده مو لعبوا بكرامته جوله. هو اصلا وين اكو دوله؟ يعني هو وامريكا عندهم يفعلون قانون اسمه اهانه
السلطات او اهانه الدوله او سياده الدوله، ويعتقلون بها محللين، يعتقلون بها محللين سياسيين بغض النظر. بينما لما تطلع الميليشيا مثل حزب الله تقول حنقص اذنه، وتطلع ربع الله تدوس على صورته بالاحذيه، هاي ما تعتبر اهانه للدوله وللحكومه ولرئاسه الوزراء وشخص رئيس الوزراء؟ ما يتطبق عليهم هذا القانون اللي يلزمهم بإلقاء القبض على ذولا تحت ذريعة تجاوز على السلطات وإهانة الدولة؟ ما يقدر يرد، لأن سووا أشكال وألوان بيدحته وكرامته 100,000 مرة وما رد. مصطفى الكاظم جبان، عميل أمريكي وبنفس الوقت عميل إيراني، وأمريكا سلمت العراق، أمريكا سلمت العراق لإيران. ومن دخل داعش للأنبار أكو شيء ما حد يذكره، ليش داعش ما سيطروا على القاعدة الأمريكية بالرمادي؟ أريد أعرف ليش داعش ما سيطروا على القاعدة الأمريكية؟ ليش ما حاربوا الأمريكان ويجون الحشد والميليشيات؟ إحنا حررناكم وحررنا أعراضكم اللي جانا بالسوان بالسوان يوم. طيب أنا أشكرك يا أبو ذياب، شكرا جزيلا، وصلت فكرتك. من نفس التصريحات بخصوص موضوع الاستعراض اللي صار اليوم نعم، بأنه مقتدى الصدر حذر أو أدان الاستعراض المسلح اللي نفذتها الميليشيات في شوارع العاصمة بغداد، طلع بتغريدة على تويتر وأدان واستنكر واستهجن ورفض اللي صار. قال الصدر إن اللجوء إلى السلاح لتحقيق المطالب أمر مرفوض، وطالب ميليشيا الحشد بمعاقبة ميليشيا ربع الله، فردت عليه ميليشيا الحشد بأنه إحنا ما نسمي عناصرنا أو تشكيلاتنا بالأسماء، إحنا نسميها بالأرقام، ذولا ما تابعيننا، تمام؟ فطبعا إحنا نذكر أنه قبل فترة ومو بعيدة سرايا السلام استعرضت بأربع محافظات عراقية وبالسلاح، تمام؟ وقالوا أنه كان بالتنسيق مع القوات الحكومية. يعني نرجع ونقول أن وفق الدستور الحالي الموجود في العراق هذه الفصائل هي غير قانونية، غير دستورية، بغض النظر من هي أو تابعة لمن، تشكيلها ووجودها بحد ذاته في العراق هو أمر غير قانوني. ثم كيف يتحدث الصدر عن أنه اللجوء إلى السلاح لتحقيق المطالب أمر مرفوض؟ لماذا إذن استعرض بسلاحه في شوارع العاصمة بغداد؟ ما الرسالة التي أراد أن يوصلها من خلال استعراضاته؟ وما الرسالة التي تريد هذه الميليشيات أن توصلها؟ أين العراق اليوم بعد 18 سنة؟ لكم الجواب. أبو عراق من الفلوجة تفضل. السيد أبو عراق من الفلوجة، السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام أستاذ محمد. تحكون على سيادة العراق، أي سيادة هاي اللي نتكلم عنها؟ العراق وين أكو سيادة؟ ما بي سيادة؟ السيادة راحت، ما في سيادة. نعم، العراق تحت مافيات عصابات، ولا تقول لي الكاظم كلها متفقين، هاي مؤامرة. نعم، مؤامرة أمريكية إيرانية على العراق هذا، على الشعب هذا. أما تقول لي سيادة ماكو، أستاذ محمد خلي يسمعني الشعب العراقي كليته، وخلي تسمعني الحكومة. نعم، إذا تيدون العراق يصفى ويرجع عراق مضبوط، هو إن شاء الله يرجع، مو ما يرجع. نعم، يعني عندنا عمل بالله قوي. نعم، أول ما أطبق سيارات كبار وأحب العمايم والسياسيين وأطلعهم برا. نعم، أطلعهم خارج العراق. الله وكيلك، إذا بقى الشعب بحده والله لا يصوي. عندنا إحنا دمرونا، من دمرونا؟ نعم، اليوم طالعين ذولا ربع الله. يعني أنت سيد مقتدى، انت لا تقول ذولا مو جماعتي. نعم، انت بتطلع لعن تحاربهم، بتطلع كل ما يقومون يقعدون، واحنا اخرجنا داعش من جابه؟ داعش انت جبتوه لنا طبقتوه على المناطق هاي، حتى تقولون باشر عمي العراق تحت مافيات السيد محمد. نعم، ولا تقول الكاظم، ولا يجي ابو الكاظمين، ما حد يقدر عليهم. عمي ذولا مدعومين من ايران، وخاف احد يقول لك استاذ محمد بما لو شويه اطيل عليك. اي خاف احد يقول لك علاقه امريكا وايران مو زينه. لا، انا اقول لك يجي يوم امريكا راح تنتهد الميداليه الذهبيه لايران، لان سلمتها كل الدول. انا اشكرك يا ابو عراق من الفلوجه، الوقت انتهى، عندنا اخر اتصال. علاء من البصره تفضل يا علاء، عندك دقيقه يا علاء.
حياك الله. عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم، اتمنى تعطينا بعض الوقت. والله الوقت مال البرنامج خلاص، عندك دقيقه واحده بس. تفضل. احنا العراق ما صلنا شاره، الاخ من الفلوج يقول العراق يرجع، ما صلنا شاره، احنا دوله ميليشيات، احنا دمر العراق الزيم والامريكان وايران والاحزاب والعمايم، والعراق ما صلنا شاره، والشعب نص الشعب يروح ينتخب الاحزاب والعمايم، والناس كاتلة جوع، ودول الجوار جايتنها بدينا، والعراق الى جهنم، العراق ما صلنا شاره، وهاي الدول هاي رفع الله وطار الله كلهم احزاب من الحج الحزبي اللي قتل المتظاهرين. نعم. واللي مشارك في السلطه، واللي هسه يريد ميزانيه لاجل تمويل رابعه. أي. العراق مثل الاشاره. تحياتي لكم. شكرا ربنا. جزيلا يا سيد علاء، نتمنى هاي النظره السوداويه شويه تتغير. يعني فقدان الامل حقيقه في ظل هذه الظروف هو موضوع يؤزم الوضع اكثر. لا ان شاء الله يرجع، لانه ما يدوم وضع على حاله، وهذا هذه سنه الحياه، يعني ماكو شيء دائم والدوام لله. الموضوع مشاركه النص الشعب تقول بالانتخابات، لا طبعا، الانتخابات الماضيه في 2018 كانت نسبه المشاركه اقل من 18%، وبعد التزوير ومع التزوير، وهو هذا موضوع متعارف عليه، سووها 44%، ولا يزالون مرفوضين طبعا من الشعب. فنتمنى انه تتحلى بالأمل والصبر ومساندة اللي موجودين اليوم بالشوارع، لأنهم خرجوا للمطالبة بحق مشروع. احنا طبعا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع، أشكركم شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.